السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم مفاجأة القناة بإذن الله، إن إحنا عملت سمات مخصص بحيوي باسمي، وزي ما أنتم شايفين هنتكلم عنه النهاردة ونقول إيه فوائده وهنعمل بيه إيه. التانك اللي انا عامل فيه المخصب الحيوي. طيب احنا جينا هنا في قرية ابو هريرة، ولقيت ان احنا بنواجه حاجة كبيرة، ان انت لما تيجي تأسس الارض بتاعتك كله بيتكلم يقول لك لازم تحط سماد عضوي في التربة وانت بتأسسها عشان تفيد التربة بتاعتك، خاصة ان هي لسه تربة بكر. فاما تجيب مخلفات الطيور بانواعها او الحيوانية او النباتية او المخلوط منهم او اي شيء، بس تحط في التربة بتاعتك عشان تستفاد بيها. وكله بيتنافس سواء على الفيسبوك ولا التويتر ولا اي تواصل اجتماعي في اجود انواع الكمبوست اللي خالية من النماتودة وخالية من البذور الحشاش وخالية وخالية، لغاية لما احنا تعبنا. نيجي نتكلم بقى بالعلم، ومعلش ان انا اطول عليكم شوية، لكن والله ده ليكم مش ليا. اول حاجة، في زملاء كتير قوي في الاراضي اشتروا وجابوا كومبوست من افخم واحسن الانواع اللي مشهوره في كل مكان وبيمجدوا فيها في كل حته، لقوا ان الاراضي بتاعتهم مليانه بالرجله وبالحشاش الرهيبه. ولما بيجيبوا الاسمده الحيوانيه ساعات كتير بيلاقوا فيها نيماتودة والاراضي بتخرب وبتبقى برضه مليانه حشايش وحاجات احنا في غنى عنها. طيب انا فكرت، قلت طب ما الواحد ربنا رزقه بالعلم وبالمعرفة، واحنا عملنا للناس كلها انواع كتيرة من الاسمدة الحيوية، طب ليه انا ما اعملش حاجة باسمي مفيدة للمجتمع وافيد لنفسي الاول؟ فجمعت خلاصة فكري وخلاصة التجارب بتاعتي كلها وعملت مخصب حيوي وسميته باسمي، اللي هو المخصب الحيوي مراد مرعي. المخصب ده فيه كائنات حية دقيقة نافعة وأحماض أمينية وإنزيمات ومكونات جميلة جدا جدا بتعمل على تعادل التربة، خاصة إن إحنا كلنا بنزرع في أراضي جديدة، أراضي صحراوية بيبقى فيها قلوية مرتفعة، في ملوحة فبيظبط لي الملحة بتاعة التربة، بيظبط لي بيئتش التربة، بيزود النشاط الميكروبي في التربة. أنا كالمهندس مراد هستعمله فقط لا غير بدون أي، شوفوا ركزوا في الحتة دي، بدون أي سماد عضوي صلب. يعني ايه صلب؟ يعني مخلفات حيوانية او نباتية في تأسيسي للزراعة من اول حاجة. زي ما انتوا شفتوا في الحالات السابقة احنا جبنا الارض وعملناها الخطوات كلها، ودلوقتي هنفتح المية على الارض ومعانا المخصب مع التربة الفاضية، ومش هستعمل اي اسمدة تانية عضوية الا المخصب اللي انا عامله. زي ما انتوا شايفين هو بيفيد كل النباتات من اول النخل لغاية المحاصيل الحقلية والاستراتيجية والتقليدية والعطرية والفاكهة والزينة وكل حاجة، والمكونات زي ما انا قلت لكم. والغرض من الاستعمال زي ما انتوا شايفين قدامكم بيفيد النبات وبيديله مقاومة من الصقيع ومن درجات الحرارة المرتفعة، بيظبط البيئة التربة زي ما احنا قلنا، بيزود النشاط الميكروبي، بيديني سماد حيوي ممتاز للتربة. تمام، معدلات استعمال مش كبيرة، انت بتتكلم في الري بالغمر من 5 ل 7 لتر للفدان مع كل رية، الري بالتنقيط من 2 ل 3 لتر للفدان مرة كل أسبوع. لو أنت تعمل كومة كومبوست أو سماد عضوي في مزرعتك من مخلفات مزرعتك الحيوانية أو النباتية، فأنت بتحط عليه من 2 ل 4 لتر في الكومة. فترة الصلاحية 6 شهور، عشان طبعا ده مخصب حي وما ينفعش ان هو يقعد سنين طويله. بتحطه طبعا في مكان بعيد عن الشمس وبعيد عن الحراره وبعيد عن العبث الاطفال، وبتستعمله يعني بعنايه.
عايزين نتكلم في نقطة مهمة. مش عايز أي حد مهما كان في جمهورية مصر العربية يجي يسألني السؤال اللي أنا اتضايقت منه، وهو إيه؟ يقول لك إيه رأيك في النوفا بلس؟ هو أنت بتعمل أسمدة زي النوفا بلس؟ كل إنسان مسؤول عن شغله، وما ينفعش إن أنا أجيب منتج موجود في السوق ويجي أجي لأي شخص تاني مهما كان ويقول لي إيه رأيك فيه. ما ينفعش يعني الأسلوب دوت في الحوارات أو الكلام ده كله، ما حدش يتكلم فيه. يعني اجي اقول لك لا اصل حلو اصل وحش، هو مسؤول عن شغله واللي عامله هو اللي يسأل، مش انا اللي اسأل. طيب انا بعمل ايه؟ انا مسؤول عن السمات بتاعي. السمات بتاعي في مثلا الاستاذ الدكتور علاء جمعة عامل سمات التحجيم، ان هو بعد لما بينشط الخميرة عنده بيحط عليها حمض فوسفوريك او حمض نيتريك، فبالتالي بتتقتل الميكروبات. ففي واحد بيقول لي ايه رأيك برضه في الموضوع ده، اقول لك هو المسؤول، هو بيشتغل في التحجيم، بيشتغل بطريقة معينة لحاجات معينة ولنباتات معينة، فالكل مقام مقال. طيب بالنسبة عندي انا بخلي الميكروب شغال ومفيد عشان يفضل مستمر معايا في التربة، ويفضل يديني من النشاط الميكروبي اللي انا محتاجه. طب انت هتعمل ايه يا باشمهندس مراد؟ باشمهندس مراد عايز يعمل فكر ان انا اعمل زراعة عضوية من البداية للنهاية في حدود امكانياتي، اللي الناس عمالة تهاجمني مهاجمة غريبة وعمالة تفتي ملهاش اي فايدة. انت دلوقتي جايب ارض وانت بترويها غمر ليه؟ وعامل قناية ليه؟ مش واخد من الشركات زي شبكات الري واللي واللي واللي، عمال يهروا كلام وانا بديهم قلوب. ما انا ايه، اذا عرف السبب بطل العجب. فانا ان شاء الله في الحلقة الجاية واحنا في الارض هجاوب لكم على كل الاسئلة دي بالعلم وبالمعرفة، وفي حدود برضو ايه امكانيات الشخص. انا واحد عايش بشرفي، عايش بمجهودي، مش بمد ايدي لحد اشحت منه، ولا انا سرقت ولا انا حرامي عشان اجي معايا الوفات مؤلفه واعمل بيها ناطحات السحاب. انا عايش في الامارات 15 سنه، بس انا زي ما انا قلت انا كنت شغال في شركات في الامارات بتدينا مبالغ بسيطه، ودي انا بناشد فيها دوله الامارات وجميع الشركات اللي في الغربه يراعوا المصريين بالذات في الرواتب بتاعتهم. تمام، احنا مش باكستاني ولا انا هندي ولا انا من بنجلاديش عشان تبقى الرواتب بتاعتنا بسيطة بالمنظر ده. وكمان ان هم لما بيكوا يتعاملوا معانا يقول لك اصل انت بتاخد من مصري 10,000 جنيه ولا 15,000 جنيه. لا يا حبيبي، انت بتتعامل بعملة الدولة اللي انت فيها مغترب، فبالتالي الدرهم او الريال انا بشتري عندك الفرخة واللحمة وعلبة الفول بالدرهم، مش بروح اجيبها بالجنيه عشان تيجي تتكلموا وتدونا مبالغ بسيطة. فاحنا عشنا بس كنا عايشين بشرف، فمش معانا الالفات المؤلفة ان انا ادخل على الخمس فدادين. زي برضو ناس بتيجي تقول لي انت ليه وقت تاخد خمسة، انت المفروض تاخد لك 20 فدان ومية فدان والافلام دي، وتعمل شبكات ري وتعمل بيفوت وتعمل وتعمل، انت قاعد في البيت بتحارب ببجي، ويوم ما تتجدعن تلعب بالشاليمو مع صاحبك التاني، مش شايف قوة الأرض وتعبها وشقاها اللي احنا بنشوفه عشان نقدر نزرع. فلكل مقام مقال، وهجاوبكم بالصح في الحلقات الجاية واحنا في الأرض. فحلقة النهاردة بتاعت المخصص بالحيوي انا هزرع بيه فقط. ليه؟ ان انا لقيت جميع جيراني اللي جايبين كومبوست حيواني او نباتي او مختلط او سبلة فراخ او حمام او الناس كتيرة بتاخد التربة اللي تحتيها، فبيبقى معاها نمدودة، معاها بذور حشايش، معاها بلاوي سودة، يجوا يزرعوا ويختموا الارض بتاعتهم يلاقوا الحشايش طالع عندهم بكميات رهيبة. زي جار ليا عزيز عندي قوي زارع النباتات الطبيعية عطرية وجايب كومبوست بالشيء الفلاني وحاجة محترمة وحاجة فوق الممتازة، وفي الآخر الأرض بتاعته كلها رجلة، الريحان مش باين فيها من كتر الرجلة، والتاني لقي مش عارف فيه نبات حشيشة إيه وإيه وإيه وإيه. ليه؟ إن إحنا
اقولها لكم دي برضو من الاسرار المهمة اللي انتوا تفهموها. لما تلاقي اي واحد كذاب من الشركات اللي تقول لك احنا بنعامل البذور الكومبوست بتاعنا معاملة حرارية عشان يقتل لك النماتوتة والبذور الحشائش، هقول له اسكت، ان انت اقصى حاجة بتديها من حرارة 70 درجة مئوي، من 65 ل 70 درجة مئوي. عندك الاف البذور اللي بتتحمل درجات حرارة بتوصل لغاية 100 و120 و160 درجة مئوي من البذور النباتات المعمرة، والنماتودة مش بتقتلها درجة الحرارة 65 و70 درجة مئوي، دي بتتحصل وبعد كده بتلاقي الظروف المناسبة بتطلع. فما تكتبوش على الناس وتقول اصل المعاملة حرارية، لا 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 لا، تمام. ويجي الناس تاخد منكم الحاجة وتلاقي بلوي سودا. طب الحل ايه يا باشمهندس؟ الحل الاما مخصص بالحيوي اللي انا عملته، وده لقرية ابو هريرة والكرة الفرافرة والوادي الجديد، اللي عايز ينورني في القرية ويجيب معاه الجيركن 20 لتر واملاه له واقول له بالسعر الفلاني. هيجي واحد يقول لك ايه؟ قول لنا السعر ولا على الخاص؟ اصل بيقولوا على الخاص دول بيبقوا نصابين، ولا انت يا باشمهندس على الخاص؟ اقول لك لا، لا خاص ولا عام، هو بديك بسعر التكلفة بس انا عملته النهارده. هيجي واحد يقول لي السنه الجايه او اللي بعديها، يا باشمهندس انا عايز من الجيركن انت، اقول له لا طب المبلغ الفلاني، يقول لي لا ما انت كنت قايل بكذا. فاللي يجي اهلا وسهلا اديله الجيركن وياخده واقول له بتعمل بيه ازاي وكل حاجه، مفيد لجميع النباتات، وهاسس بيه الارض بتاعتي، مش هحط كومبوست ولا سبله ولا اي مخلفات حيوانيه الا اللي انا هعملها بعد كده. هستمت الاول في الموسم كله في الارض من المخصب اللي انا عامله، وهشوفه الزرعه اول باول معايا، وهشوفه كل حاجه، ولما ربنا يكرمني واجمع المحصول العرش اللي طالع المخلفات اللي طالعه انا وجيراني اللي حواليا اللي زارعين معايا، هنعمل مقبره ونحط فيها ونجفف المخلفات النباتيه، وبعد كده ندرسها كويس ونعمل الكومبوست النظيف اللي احنا شايفينه. ولو انا شكيت في حد من جيراني بيحط مخلفات الحشيشه بتاعته مع المخلفات، انا اقول له انت في حالك وانا في حالي، انا مش هتعب واشقى وفي الاخر يطلع لي بلاوي سودا في الارض بتاعتي. فالمخصب ده جميل وممتاز ومش شبيه باي مخصب انا عملته قبل كده، تمام. يعني مش خميره، مش لاكو باسيلس، مش الكوكتيل، لا دي حاجه اكبر. طب هتيجي تقول لي واحد فيلسوف بقى، قول لي مكوناته، انا عايز اعرف المكونات، اقول لك لا، المكونات قلتها لك في الليبل مكتوب ايه، اما التركيبه الداخليه بالنسب مش هقدر اديها لك، ما انا مش هدي لك كل حاجه في ايدك يعني ولا ايه. فاللي عايز المخصب موجود في قرية أبو هريرة بالفرافرة، وأنزل لكم التليفونات بتاعتي تتواصلوا معايا. هتيجي تقول لي يا باشمهندس طب أنت سجلته في وزارة الزراعة، سجلته مش عارف فين، سجلته فين؟ أقول لك لأ، إن أنا لقيت إن أنا لما نزلت المركز القومي للبحوث عايز أسجله، قال لك لأ تروح أكاديمية البحث العلمي تعمل براءة اختراع، أو تدخل كلية الزراعة تعمل براءة في براءة الاختراع، ومش عارف تدفع كام ألف وتعمل له تحليل كام ونسب كام، وبعد كده تدفع كل سنة كام. يا اخوانا انا بعمل حاجة بسيطة للناس، عايز الناس تزرع وتستفيد، ليه بتعقدونا الامور؟ احنا مش اغنية والله، احنا مش اغنية، احنا ناس بسيطة عايزة تعمل المجتمع بتاعها. هيجي يقول لي طب الراجل اللي قاعد مثلا في الجزائر ولا في المغرب ولا في العراق ولا في السعودية عايز من المخصب ده، طب ايه هنعمل؟ هنوصل لك ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك باذن الله في قدام في المستقبل لما العمليه تمشي والعمليه تكبر، واقدر ان انا اسجله واقدر ان انا اعمله، ساعتها اصدره ليكو من العندي قبل العندي. انا بذلل كل الصعاب المتاحه قدامي، لكن انا مش معايا خاتم سليمان ولا انا سوبر مان، احنا ناس بسيطه. انا اسف على الاطاله، لكن من حرقه قلبي على اللي انا بشوفه. ناس كتير تقول لي انت عصبي، انا مش عصبي، انت كشري، انا مش كشري، انت شكلك وحش، والله مش انا اللي عملت شكلي، ترى الله سبحانه وتعالى اللي عمل. فمش عايزين نتوه عن الموضوع، لكن منتظر منكم
الخير بإذن الله. تحياتي لكم جميعا ومع ألف سلامة.